مرحبا بكم من جديد، معكم خالد. بهذا المقطع راح اتحدث عن حقائق خطيرة ومرعبة عن مأكولات المطاعم السريعة. من المهم نشر المقطع مع كل من تحب. هل تشعر بالجوع حابب تروح لمطعم من مطاعم الوجبات السريعة؟ من حقائق مرعبة راح تخليك تغير رأيك. الحقيقة الأولى هي عن الأمونيوم سولفيت، وهو عبارة عن ملح غير طبيعي يستخدم لإنتاج كميات كبيرة من الخبز. مع الأسف نفس المادة تستخدم لتسميد التربة وتعتبر من أفضل الطرق لقتل البعوض. الحقيقة الثانية هي احتواء البطاطا والتشيكن ناجتس على مادة زيت السيليكون التي تستخدم بصناعة عدسات لاصقة وغيرها من المواد الطبية. 50% من التشيكن ماكناجتس تحتوي على مشتقات الذرة والسكريات والكثير من المكونات الغير مفيدة وغير موجودة بمطبخك، مثل مادة زيت السيليكون المستخدمة بصناعة المواد الطبية. ثالثاً، احتواء مأكولات المطاعم السريعة على مادة الالسيستاين. تستخدم المطاعم السريعة مادة السيستاين، وهي عبارة عن أحماض أمينية تنتج من شعر الإنسان أو ريش البط، ويستخدم كبهارات للحوم وتليين الخبز والمعجنات. رابعاً، استخدام مادة TBHQ في المطاعم السريعة. TBHQ هو عبارة عن مادة مضادة للأكسدة منشقة من البترول، ويتم رشه مباشرة على الدجاج أو داخل الصندوق للحفاظ على الساندويتش وتكون طازجة عند التناول. خامساً، عند اختبار ريش الدجاج الخاص بالمطاعم السريعة، وجد باحثون من جامعة جون هوبكنز خصائص مثيرة للاهتمام. عند فحص الدواجن وجدوا حينها إضافة عقاقير مضادة للاكتئاب وأدوية أخرى كغذاء لدجاج المطاعم الوجبات السريعة. وهيك منتعلم أنه ساندويتشات باك تشيكن وماك ناجتس تحتوي على الكثير من العقاقير المختلفة والكثير منها محظورة. سادساً، حمض الكريمينيك. حمض الكريمينيك ينتج من الخنافس ويستخدم بمطاعم الوجبات السريعة لصبغ الأطعمة بالأخص اللحوم الحمراء. سابعاً، مادة السيليلوز، لب الخشب. لب الخشب يستخدم بكل شيء من الجبن للسلطة، ويستخدمه مصنعون الأطعمة لجعلها أكثر سماكة وصلابة ولتخفيف التكلفة بدلاً عن استخدام الزيوت أو الطحين. يتم إنتاج السليلوز عن طريق طهي لب الخشب في مواد كيميائية لفصل السليلوز. ثامناً، ثاني أكسيد السيليكون، وهو عبارة عن رمل بمعنى الكلمة. ثاني أكسيد السيليكون أو نوعية الرمل نفسها تستخدم لعمل الزجاج والألياف البصرية والسيراميك والإسمنت. وقبل ما أنسى، يتم إضافته إلى الفلفل الحار حتى لا تلتصق عند إضافتها للحوم. ومن هنا نكون وصلنا إلى النهاية. إذا أعجبك الفيديو وتنتظر المزيد، أرجو الضغط على لايك والاشتراك بالقناة بالضغط على سبسكرايب حتى أعلم أنه تمت الاستفادة. ولا تنسى نشر الفيديو مع الأصدقاء وكل من تحب من أفراد العائلة حتى تعم الفائدة. نشوفكم المرة القادمة وإلى لقاء آخر.